انا جيت هنعمل الفرنش توست، وصفه ظريفه وسهله جدا تنفع في الفطار في العشاء. الولاد هم بيذاكروا كده، تخش عليهم بطبق فرنش توست بيبقى لذيذ كده. بصوا انا معايا توست، توست عادي خالص تمام اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت، او لو انت بتعمليه في البيت بقى يا سلام يا سلام. معانا شوكولاته قابله للدهن اي نوع تحبيه، في انواع كتيره في السوق ظريفه جدا. معانا فراوله لو تحبوا ممكن نستبدلها بالموز مثلا، هتبقى ظريفه قوي. معانا بيضه، معانا شويه لبن تقريبا نص كوبايه من اللبن، شويه سكر باودر تقريبا معلقه كبيره، رشه قرفه وحته زبده بس كده، هتطلع معاكوا خطيره بقى. ايه بقى هنعمل ايه؟ نجيب بوله هنا كده، عايزه اجيب المضرب اللي هو ده، لا مش ده، اللي هو ده. وهكسر بيضه، ممكن تحط لها فانيليا، ونحط اللبن. بس انا عايزه قبل ما احط اللبن اضرب البيضه الاول كويس. احط كده اللبن، يعني البيضه تقريبا هتاخد لها نص كوبايه لبن او اكتر شويه، وكيس فانيليا زي ما قلت لكم، او لو عندك فانيليا سايله هتبقى ظريفه قوي. او ممكن ايه نستبدلها برشه قرفه زي اللي معانا، بس انا مش هحط قرفه. سكر باودر برضو حسب الاحتياج، انا حطيت معلقتين صغيرين كده، وهاخد مكعب زبده احطه في الطاسه اللي معايا دي كده. بحاول كده، طبعا الطاسه سخنت شويه، هعلي النار بقى كده علشان الزبده تبتدي تسيح. وهناخد بقى التوست اللذيذ ده، ومعانا السكينه والشوكولاته القابله للدهن، نفردها كده على التوست. طبعا احنا كمان مع بعض عملنا هنا في البرنامج الشوكولاته القابله للدهن في الخلاط، ظريفه جدا جدا لو عايزه تجربيها. وهنحط شرايح مثلا من الفراوله، او اتفقنا ان احنا ممكن نستبدل الفراوله مثلا بالموز كده. وهنلف التوست ده كده اهو، ونخليه كده ايه، نثبت عليه كده، يبقى ملفوف لفه هدايا. بص لفه كده خطيره اهو. وهعمل ايه بقى؟ هقوم مغطساه في الخليط البيض باللبن اللي احنا عملناه مع بعض ده كده، وهروح بيه على طول على الزبده بس كده، وهفضل كده اصبر عليه. لازم تبقى النار متوسطه الهاديه علشان العيش ما يتحرقش معايا ولا حاجه، وافضل اقلب فيه يمين وشمال كده، هيمسك نفسه وهياخد لون حلو قوي، والريحه بقى والطعم رهيب. التوست بيبقى شارب من اللبن والبيضه اللي احنا حطيناهم فيهم، مع طعم الشوكولاته والفاكهه اللي انت حطاها جوه، بيطلع خطير زي اللي احنا عاملينه ده. بصوا بعد ما بيتشوح كده بياخد لون، بيبقى كريسبي كده وفيه قرمشه، وطبعا عشان هو متشوح بزبده بيبقى احلى حاجه. لو عايزه تحطي له زيت زيتون براحتك، بس لا هو بالزبده بصراحه ظريف، ويتاكل مع مربى، يتاكل مع اي نوع فاكهه، جربوه بالهنا والشفاء.